أقامت مؤسسة البرزاني الخيرية مؤتمرا صحفيا في مبنها عرضت من خلاله نشاطاتها ونشر إحصائيات عن عدد المخيمات والنازحين واللاجئين المتواجدين في إقليم كردستان لعام 2020 وأهم البرامج والأعمال التي ستقام في العام القادم. مؤسسة البرزاني الخيرية في نهاية 2020 السنة التي في الحقيقة كانت سنة صعبة جدا على الجميع، استطعنا مع منظمة WFP توفير 9,900,000 وجبة غذائية ساخنة. هذه رقم قياسي استطاعت المؤسسة البرزاني الخيرية أن تسجلها. أيضا لدينا في العام 2020 امتيازين آخرين قدرنا أن نسجلهما، هي أنه استطعنا أن نوزع السلات الغذائية وإلى العوائل، أكثر من 100,000 عائلة استفادت من السلات الغذائية وتم توصيل هذه السلات إلى بيوتهم. كانت المشاريع التي قمنا بها والفعاليات التي قمنا بها عبارة عن 60 مشروع. عدد المستفادين من هذا المشروع بالأفراد تقريبا 6,054,000، هذا كانوا المستفيدين من هذا المشروع. والمجموع الكلي لما استطعنا خلال هذه الفعاليات المبالغ التي تم صرفها 57,318,000,000 دينار. العدد النازحين واللاجئين الموجودين في الإقليم كردستان إجماليا حوالي 992,732,000 فرد.